فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب، إلى شعب الإيمان وصلنا إلى أن الغلام قال: اللهم كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى لك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس. ورماها فقتلها ومضى الناس، فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني، أنت أفضل مني الآن، وإنك استبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. يعني هو قال له: أنت الآن خلاص، يعني طبقت عمليا. كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء. طبعا هذه الأمور ستجدها أنها كانت إلهاما وتوفيقا من الله جل في علاه، وبعدما علم ذلك أجر الله على يديه أمورا كلها من المعجزات، يعني من باب الكرامات، من أجل تأييدا له على ما يتبنى. فكان يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء والسقمين، وجليس الملك ذهب إليه وأعطاه ما أعطاه من المال من أجل رد بصره، فدعا له، قال: إنما يشفي الله الذي فعله. وهذه أيضا أصل الكرامة، أصل الكرامة أنه لا يتبجح بها أحد ولا 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 يتحدى بها أحد، بل يريد أن يخفيها. فلذلك قال: الله هو الذي يشفي، وحول قلبه ويقينه لله جل في علاه. وهذا أصل الداعي إلى الله جل في علاه، لأنه قد يدعو إلى الله جل في علاه وفي الحقيقة هو يدعو إلى نفسه، قد ينتصر وينتصر لنفسه. فالأصل أنه إذا وضع الله جل في علاه أمامه وكان الأمر لله فقال له: يشفيني الله، الله الذي يشفي، يعني إنما الشفاء بيد الله جل في علاه، وأدعو لك، ودعا له واستجاب الله له فشفاه. ولما تذوق الرجل حلاوة الإيمان وعلم أن الملك بيد الله جل في علاه وأنه هو القادر على كل شيء، قال: لا ولكن ربي وربك، ربي وربك الله. عندما جالس الملك قال: من شفاك؟ قال: ربي. قال: أنا. قال: لا ولكن ربي وربك الله. هنا ناسب أن يقول ربي وربك من أجل الربوبية، من أجل العطاء، من أجل رفع البلاء، من أجل كشف الغمة. وهذه لا تتأتى إلا بالجبروت وبالقوة وبالعظمة وبالعزة. فقال هذا المغفل، فقال له: أولك رب غيري؟ قال: نعم. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص. لأنه كان الساحر قال له أن الساحر قال له: يعني اقترب أجلي فأتني بغلام، فحسب أنه من سحري. قال: أنا ما أشفي أحدا، إنما أشفي الله. قال: أنا. قال: لا، وإن لك، قال: وإن لك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فهذه كلها كانت دعوة للقرية بأسرها أو للأمة بأسرها على توحيد الله جل وعلا. وهذه أيضا إن تمست منها تلتمس أن جميع رسالات الأنبياء جميعا على توحيد الله جل وعلا. فكيف بقوم يعني يكونون من يدعون الله الولد ويقولون بأنهم من يعني من أعظم الأمم تعبدا لله جل وعلا؟ فكان الاختبار للولد واختبار أيضا للرجل عندما ثبت على ذلك فقتله، وكان اختبار للولد حتى دل على الراهب على أساس أن العلم وأن هذا التوحيد من الراهب. وكما قلت هذه دعوة الأنبياء جميعا، هو التوحيد لله جل في علاه، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من رسول أرسله الله جل في علاه إلا أمره الله جل في علاه بأن يأمر الناس بتوحيده. وما أرسله إلا قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلذلك قال: ربي وربك الله. توحيد الله جل وعلا هذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها يعني قد أرسل الرسل وفصل الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأنزل الكتب، كل ذلك لتوحيده سبحانه جل وعلا.
وربك الله، فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب. فأتى به ورجل غشوم فقال ارجع عن دينك، وهو حتى لو رجع عن دينه الغلام لن يرجع. الغلام تذوق حلاوة الإيمان وعلم معنى التوحيد، وهو الشرف العظيم الذي يتشرف به من ترأسه وترسم خطاه ودعا إليه. فتوحيد الله جل في علاه كما قلنا هو هذه القضية التي الكون بأسرها خلق له، لذلك حتى الحاج عندما يلبي يلبي كل حجر وشجر معه توحيدا، فقط توحيدا لله جل في علاه. حتى جاء الغلام وسبحان رب العظيم، شوف التقدير، هو لم يقتل الغلام فأراد أن يقتله بكل ما يرى من هذه هذا الطغيان الذي يملكه مع جنوده. فيبعث أولا الراهب كانت نهايته على يده بأن نشره، وهذا أيضا لم يرد عن دينه، وذلك البلاء كان شديدا في الشرع من قبلنا، وكان يعني محرما عليهم أن يتخذوا التقية. في أحكام الإكراه، لأن الله جل في علاه قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فانظر هنا إلى هذا الباب، الرجل ينشر بالمناشير وما رده عن دينه من شيء، وأيضا فإنه احتمل في الله جل في علاه، والأعمى الذي يعني رد الله عليه بصره احتمل في الله جل في علاه. ولذلك كان خباب بن أرت لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، أما ترى ما نحن فيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان من كان قبلكم يؤتى به فيخد له الأخاديد ثم ينشر بالمناشير ولا يرد عن دينه من شيء. فكان الصبر في الدعوة لله والصبر إلى العمل لدين الله جل في علاه كان أعظم ما يعني يميز هذه الطائفة في هذه الأمم، فكانوا يصبرون حقا ولذلك كانوا يفوزون سرعة. فقتل الراهب وقال الغلام ارجع عن دينك فأبى، فبعث معه نفر إلى الجبل، وكانت هذه كلها بتقادير الله جل في علاه. وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فإن الله هيأ الأمر حتى يتسامع به الناس وليروا ما له من كرامة يفعله الله له حتى يصل إلى النتيجة المرجوة وهو إيمان أهل القرية أجمعين. فقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه من فوقه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال، وهنا هذا الدعاء الأعظم في هذا الباب، قال الله تعالى قال اللهم اكفنهم بما شئت. فرجف لهم الجبل رجفة فتدهده أجمعون، يعني الجميع ارتدف فاهتزت أركانه فسقط، والولد كان ثابتا حتى رجع إليه على قدميه. هنا مسألة عجيبة، الولد يذهب إليه بقدميه كأنه ذهب إلى البلاء برجليه، وهذا حق، ذهب إلى البلاء برجليه. لا الملك هو الذي قتله، سبحان الله. نعم، وقد هيأ الله الأسباب من أجل نشر التوحيد، فرجع إلى الغلام إليه برجليه. فهل يقال بأنه ذهب للبلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلين عنه، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تأتي فيستشرف لها المرء، يحسب أنه سيصبر عليها فلا يستطيع الصبر لها ولا عليها بحال من الأحوال. فقال ما فعل أصحابك؟ وقال قال أصحابك للمصاحبة وليسوا أصحابا له بل كادوا يقتلونه. فقال كفنيهم الله
قال فبعث به مع نفر في قرقور سفينة أو قارب، فقال إذا لججتم به في البحر فيراجع الدين وإلا فغرقوه، فلججوا به البحر. فقال الغلام اللهم اكفناهم بما شئت، فغرقوا أجمعون وجاءوا طبعا مات كله مع الكفر، فغرقوا أجمعون وجاء الملأ الغلام يمشي حتى دخل على الملك، وكما قلنا هو يسعى لا يسعى للبلاء ولكنه يسعى لتحقيق ما لابد من تحقيقه، وهو مسألة نشر التوحيد بين الناس. هذه قضية الكون الكبرى، وهذه قضية الأنبياء. الأنبياء ليس لهم ولا يملكون شيئا إلا ذلك، فالأنبياء ليس لهم إلا هذا، هذه الوظيفة العظمى لكل نبي، وما من نبي أرسله الله إلا بالتوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. نعم، أكبر قضية في الكون بأسرها قضية التوحيد. فقال ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله. ثم قال الملك إنك لست بقاتلي. وهذا أيضا لا يكون إلا إلهاما أو وحيا، يعني لا يكون إلا إلهاما في قلبه، فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. والرجل غبي، الجهل أيضا قرين الغباء، وما ترى مشركا إلا غبيا، لا يمكن أن ترى مشركا إلا غبيا. فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك، فإن فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لن تستطيع قتلي. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لن تستطيع قتلي. ففعل وضع السهم في كبد قوسه ثم رمى، فقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. شوفوا إيش قال له، قال له لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك، وهو غشوم يعلم بغبائه، يحسب أنه سينتهي من البلاء، والبلاء سيأتيه أضعافا مضاعفة. قال تجمع الناس في سعيد واحد، وهذه فطنة الداعي، أنه أراد أن يكون الأمر على العموم لا على التخصيص، والتعميم فيه الفضل. قال تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي، ولا يكون ذلك إلا بالكنانة التي عنده بسهمه هو، ليعلمون أن الله الذي قتل. وذلك قالوا أمنا برب الغلام. قال من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام. انظر هنا إلى الغبي الذي ما هو جهله وكفره يجعله من أغبى الناس، فجعل يكرر ذلك. الله تعالى له، نعم له الحكم والشؤون في عباده، فجعل الرجل بغبائه المتلهف على قتل الصبي، ويحسب أن الغلام هو المعضلة الكبرى عنده، أنه هو الذي سيتسبب في يعني الانتقاص من قدره، وأن الناس سيتبعونه دون أن يتبعوا هذا الطاغية الأرعن. فقال له قل بسم الله رب الغلام، فهنا نطق يعني أقر رغم أنفه بربوبية الله جل في علاه. قال قل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا لن تستطيع قتل. وشوف هنا صدقه هذا الغبي، صدقه يا رجل، إذا كنت بهذا الغباء صدقته فاتبعه تفوز. فقال بسم الله رب الغلام وألقى بالسهم حتى مات، فقال الناس آمنا برب الغلام. وهذه ستأتي يأتي تفصيلها لفطنة الداعي الذي يريد أن يصل إلى ما يريد، له فطنة معينة يصل بها إلى ما يريد. فلذلك علمنا قد يشترط في الداعي أن يكون فطنا لبيبا حتى يصل إلى ما يريد. هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم بيانا لكيف صبر هؤلاء، مع أن الإيمان ما زال، يعني آمنوا فصبروا، آمنوا فابتلوا فصبروا، وهذه لابد لها من تفسير وتفصيل، يأتي إن شاء الله في الدرس
القادم. وفي أي أسئلة تفضلوا. كل إنسان مثل سؤال الذهب، حتى إذا كان صديقه يريد في الأصل مجاملة صديقه بإعطاء البنت الذهب، ما دام قد قال له هذا للبنت فلا يملكه الرجل. اللهم أمين. سنحسن الله عليكم. هل دعاء الغلام اللهم اكفني بما شئت يقال عموما أم يقال في وقعة؟ عموما يقال لأنه فيها تعظيم الربوبية، هذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. فيه تعظيم الربوبية وفيه الدعاء بالحال على المقام، بحيث يكون الاسم مناسبا لما يميل إليه القلب. هذا مهم جدا. هل ما كان عليه الغلام مجرد إلهام أم كان وحيا؟ لا، لم يكن وحيا. لو كان وحيا لكان نبيا يا محسن. رضي الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، ونسأل الله جل وعلا أن يبيض وجوهنا ووجهك ويثبت قلوبنا وقلبك، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا من الصالحين جميعا. رضي الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك. حفظك ربي أنيس، أحسن الله عليك. أكرمك الله في رحاب الله، أحسن الله عليك. هل يجوز فعل الغلام ما يسمى بالعادة الشهرية؟ لا، لا يجوز، وهذا ليس نبينه إن شاء الله في الدرس القادم، بل هذا دليل على فساد ما يفعلون، لأن الغلام ما أقدم على ذلك إلا بعد إيمان جميع أهل القرية، وفعل ذلك الإيمان. ولذلك ابن تيمية قال من وصل إلى ما وصل له، يعني من غلب على ظن أنه يفعل مثل ما يفعل فعل الغلام بإيمان جميع القرية فليفعل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.